الشاي. الشاي قلنا لكم بعد الاجتماع. أنا ما أعرف أشتغل قبل أن أشرب الشاي الصباح. يلا يلا، اللي يشوفك يقول برا أنت وأنت حشربها. ليش الشاي بعد الاجتماع؟ أستاذ الغاز مخلص علي، وأنا اتصلت بالجماعة والحين جايبين الغاز وجايين في الطريق. زين على الأقل سوي لهم قهوة. أوه متصوع، قلنا لك غاز ما شيء، غاز ما شيء. سمعتك إنك تقول الماي ما شيء. أين أختك إنه؟ الغاز مخلص. وانت كيش تكتبيه؟ استاذ موضوع التأهيل. نعم، بعد عمر طويل عسى الله لا يفرق بيننا، لازم نوجد بدائل لكل وظيفة. المستقبل يخوف. أما أنا بديلي جاهز. لا 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 لا، أنا ما جاهز، أنا أطالب بدورات. أنا شعرفني متى يخلص الغاز ومتى ما يخلص. هذه الأمور لازم يكون فيها الواحد جاهز، ما بعدين بيجوا الشباب يطالبوني. آسف أستاذ، بس إذا أنت تريد بديل أنا جاهز، لا تخاف من المستقبل. وأنا بديلي ملاك. وأنا بديلي حنان. لا أستاذ، مستحيل أكون مكانك. ليش؟ أستاذ يعني البنك من غيرك. إيش فيكم؟ خلاص أنا البديل. يعني لو بكرة طلعت إجازة تقدري تمسكي مكاني؟ لا أستاذ. أعمل؟ روح روح، راعي الغاز وصل، خلي دربك، روح. بروح، بس أقول لك لا تتهور. خليني أنا ولا تخلي حنان. بصراحة شغلتك أسهل من شغلة سيف. هذا ممنوع، هذا ما يمشي، هذا ما كذا، وخلصت السالفة. سر سر سر. طاير. أستاذ أنا أريد تأهيل. أستاذ. بنكمل هذا الموضوع بعدين، في نقطة مهمة وعاجلة وسريعة. الزيارة المدرسية. صحيح، اليوم بيجوا طلاب مدرسة زيارة معنا، زين، بس خبرتهم انهم يجوا بعد ما سكر باب الزباين. يا ربي، اولاد اختي بيجوا معاهم عبود وكمال، وعاد هذول مجنن جنون. هذاك معكم في البيت، قبلتهم تكون معهم. استاذ غايته. أستاذ اتذكرت شيء. نعم. قبل لا يجيوا الطلاب خلونا نضم صقر، أخاف الطلبة يختطفوه. انتي بالنسبة له بديل، حاجة يعدي عليها الليل. لا لميس، سكري هالصدع اللي مسوتنا. انتي بالنسبة له بديل، لميس حاجة يعدي علي. ابوي زين، طمينا طمينا. ايش قلش؟ كم سويتي؟ كم جمعتي؟ ما اعرف. كيف يعني ما تعرفي؟ ركز يا البديل ركز، ترى هذه فلوس ما لعبة يا حبيبتي، ولا قطعة ولا ليس ولا عطر من بياعتش. انتي مخلتني اركز من هالصدعة اللي مسوتنها. حبيبتي ما انا الصدعة، الصدعة اللي هنا موجودة انا بس ولعت الشرارة. لميس لميس، تراني ما احب الالغاز. زين ابى اسأل سؤال. ها حنانة قلش، الحب عيب؟ أكيد. والله ما توقعت هذه الإجابة صراحة، أول مرة أسمعها. شوفي أنا عارف الزين، أنت تريد تسحبيني سؤال ورا سؤال، لكن أنا ما فاضية لا حالك ولا حال سوالفك. حد الشي ما يرسل لي أغنية الثقل صنعة، يقولون الثقل صنعة. Thank you.
حبيبي مصطفى قاعد جبته بتقرير عن الرحلة. اقعد تفرجوا عليه. مصطفى يا حبيبي اعطيني نسخة من تقرير الرحلة. ممكن تخديم الحمود هو بينسخ مني نسخ أو حتى كتب اسمي. أعقلهم. إيه؟ اللي قال بينش غرفة الانتظار؟ لا يا عيوني، اللي قال بين غرفة ليش إلى غرفة كبش. بالفعل أعقلهم بس بدون ما يقصدوا. تويش العصار؟ يبالهم يبالهم متطوعين لخماد الشغب. الخاص وصل، يعني الماي الساخن موجود. بجيب البريق الحين وأرش عليهم الماي الساخن. أقول صقر وين؟ هذا اللي كنت أحذركم منه. يعني الحين ما أقدر أرش عليهم ماي صقر. ماسكين صقر، يعني صقر بيصاب نيران صديقه. أبوي بنيران صديقه ولا بنيران أخوه؟ أنت نسوفهم كلهم ربع. قلتي لي من اسمه أولاد اختش؟ واحد اسمه عبود، واحد كمال. عبود عبود ولا تقعد طلعت اللي قرون. والله يا عبود لو ما نزلت بتشوف إيش اللي يجينا. أبوي ما ورع ليش؟ إذا أبوه الحار النار ما يروم له. أبوي هذا عبود لا يسخن بعده بس. يا بدا القصف القوي. أمان أمان، المكان أمان شباب. كنا إحنا اللي زاهرين وما هم اللي زاهريننا. الله صار. زيدوا 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 زيدوا. أبلاقي بتقولي رايحين بنك؟ وإيش هذا بالله؟ ملعب كورة مثلا؟ هذا مستشفى مجانين. هذا دي مستشفى الأمراض العقلية. ها لا، شكل مصطفى ذاك الرحلة. أستاذ ابصحة، انت جبتنا الكلام. الدعاء للأسير الزمير صقر. استاذ احمد معلش لو سمحت، انا بجد اسفه. لا قبل كل شيء لا سلام ولا تهدئه، تسلمونا الاسير صقر. نحن ما عندنا لا اسير ولا بيمته. قديمه انزين. واحد دي يشتغل في البنك قال لابوه صح مكشوف غطي، قال له من اي حساب. اللي يشتغل في البن يفصل دهاديش من دون جيوب. ليش؟ لانه انت ما طلع من جيوب الزباين. عبود بس خلاص. استاذ احمد انا بجد اسفه. لا لا حلويش خليه، قاعد تمسخر ابنه خليه. أكيد أستاذ، ترى هذا ولد أخت لميس. والله توقعت. لو سمحت أستاذ أحمد، ممكن تعمل لنا جولة إحنا والطلاب جوا البنك؟ لا لا، مغامرة بصراحة. ودوهم غرفة ليش. أي غرفة ليش؟ وش هذي؟ هاي تحولت زريبة؟ البنك كله تحول زريبة. أقول سيف عبيد، فرشوا حصير هناك برا وخليهم يرسوا عليه. ما أحسن تجيب غابة وتزرعها ونقف تحتها. وين يطلع الصوت؟ نعم وإيش تريد؟ آسف آسف، كنت بغسلك، يعني وين تريد نحط لك الغابة؟ جيب فلوس تو ماشي آسف. تو تجيب خيزرانة؟ تبغى الخيزرانة؟ تبغى خيزرانة؟ جيب الخيزرانة جيبو. أقولكم إن المستقبل يخوف. وبعد ما أفتح له حساب أخليه يصير ودع أي مبلغ. إنزين إذا كان عندي مليون كم راح تعطوني فائدة؟ في السنة؟ سنة؟ لا لا أبوي ما أقدر أخلي عندكم مليون سنة.
قولي لي شهرين. شهرين 200؟ 200؟ أنا أبوي أنا يا 200 أجيبهن في يوم واحد. من وين يا حظي؟ من المقصف مثلاً؟ من خبرها؟ حسن وصل. إيش صاير في الدنيا؟ الدنيا مقلوبة. ها؟ وأنتم ما قادرين عليهم؟ أنا براوي شغلهم. وين مالكم اللي يسوق الشاي هنا؟ اليوم ما مداوم، راح عنا الباص. زين تسوي لي؟ وش بغيت باه؟ ملك جد. ود من ذي؟ ما كيف اشرح لك؟ ما اعرف والله، كيف بتشرح لي انت؟ زين عندك نت؟ والله كان عندي لكن اعطيته عمك عبيد. زين كيف بتفتح الفيسبوك؟ مو قلت لي باقي؟ ملك جد. اها انا بعطيك الملك وزرع عند خالو حنان، هي بتعطيك الشيك. وقرض ورا قرض لين ما خليه يدمن وينطحن وينهرس. عرفت ليش قلب اللي يشتغل في البنك مطلوب في المستشفيات؟ ليش؟ لأنه ما مستعمل واجد. دخلت مع المدير وطبقت خير ان شاء الله. ايش هناك؟ الفسحه خلصت، هبستوا البنك امس وروحوا بيوتكم. ما مشكله، بس بدي استفسار بسيط عند المدير، بقعد 5 دقائق وبطلع. معلش اذا في اي شيء دخيلك خبريني. اه باي. اذا في اي شيء معقول؟ كيف هيك؟ طيب ان شاء الله ببقى احكي معك انا. هاي طب وش تسويون؟ نلعب. نلعب مو تلعبوا؟ شرطي حرامي. هات قتلوا الرجال. يعني خلي الرجال. لا 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 مستحيل هيك. من دخلت وهي على ذي الحالة. من تكلم؟ تكلم بنت خالتها. زوج اختها شارحة لاختها سيارة، اختها فرحانة بس امهم متضايقة. ليش؟ لان شغالتهم شاردة، وابوها زعلان مع ان ابوها محذر امها، لكن قالت لا احسن انتظر اخوها اللي مساهم سريلانكا شهر العسل. فلوسها خلصت وجيب احد يحولهن، لكن زعل يدهم لان من فتح باب الزريبة ما سكر الباب. لا لا حبيبتي، انت هلا اعطيني مجال، فيش وقت. اصلا انا الحين مستعجله، لازم اسكر التليفون. لا بعدش بعدش عادي. ايه صح نسيت، كنت بدي اقول لك هالسالفه. هذه مديرة المدرسة. ايوه استاذة. مرحبا استاذ، كيف الامور؟ الامور تمام التمام. اتصل بسعاد بس تلفونها مشغول. تكلم بنت خالتها. اوهو، اذا تكلم بنت خالتها يعني اعطيها الساعة. أتمنى يكون الطلاب مستفيدين من هالرحلة. هم من ناحية مستفيدين وهم مستفيدين، بس عندي اقتراح أستاذة. تفضل. أقترح عليكم تسوي لكم صالة ألعاب في المدرسة. موجودة بس ما باقي فيها شيء، كلها مكسرة. مكسرة؟ غريبة، مع أنهم بريئين يعني، بصراحة بريئين. طمنتني الله يطمن قلبك. عموما أنا متصلة عشان أطمن على أولادنا وعلى الرحلة الميدانية. اطمني اطمني يا أستاذة المديرة، أصلا الأمور كلها تحت السيطرة. أهم شيء يستفيدوا يا أستاذة سعاد. يستفيدوا؟ أكيد رح يستفيدوا، أصلا في البنك فيش إشي غير الفوائد. مشكورين، مع السلامة. أستاذ أحمد، أستاذ أحمد الله يسعدك، عن جد عن جد أنا آسفة. أصلاً أنا لو حكيت مع الصغار، حكيت ولا ما حكيت شو راح يفيد منهم؟ خلص سامحنا. يلا مرحبا بكم في أي وقت. شكراً. كل طلاب المدارس زينين،
إلا هذه المدرسة ومولفين مجانين الحارة كلهم فيها. وش قصدك؟ ولا عن ولاد اختش شكول ذي الفرينة ما شاء الله عليهم، صليت بهم على النبي ملاك مرة ملاك. إيش قصدك؟ أستاذ أنا بصراحة بروح أعالج وبجيب لكم الفاتورة. أنا كل خدوش. ها؟ كل خدوش؟ ولا يهمك، البنك بيدفع لك، بنوديك أحسن قراب ويصلحك. أقول الخير وهذين يكونون شباب المستقبل. المستقبل؟ المستقبل بكبر بيطفر منه. حلو هذا عجبتني، ممكن أسوي لها لايك؟ سوي لايك. إيش رأيكم نلعب لعبة؟ نتخيل كل واحد فينا بعد 30 سنة كيف بيكون؟ 30 سنة؟ ما كنا واجد؟ عاد عبيد متقاعد. متقاعد وبس؟ صاير بترول. ما كذاك، أنا أقصد يعني تفاصيل أكثر. يلا شباب غمضوا عيونكم. صقر ابدا اللعبه. جومانجي. اقول ولدي انا انبه، شوف احد عند القروع. هي أحد موجود؟ من؟ ملاك. لا حول ولا قوة إلا بالله، أظن أن أولادكم أيموتوا وأتنقض فوق قبورهم عصفقة وهي بعدها فك مودنا. لا إله إلا الله. لا أقول لك. نعم. ودينا عند الكشير. خرب مليم. شي شوي زيانة. شو انت هين باغي توصل اصلا؟ هين باغي اسحب. يعني جاي تصدر بضاعة نوب انت؟ والله العظيم ما اخذنا من الكمبوترات غير عمى هالعيون. خلي يا ابوك قلت لك يجلس في السيارة. اهيا مع امك، انا اقدر امشي روحي، اقدر امشي. صبر يا ابوي الله يهديك، صبر بوديك وبرجع السيارة. اخ انك تفل، اخ انك ملغ، ما تسمع الهري، ما تسمع الكلام. يا ابوك امك حرم عوده، واني اخاف اخليه وحدي في السيارة لعن يحد ويسرقه. واه من دفرني كيه. هلا بالورد، هلا بالحلو، هلا بالقديمي. ابوي عاد كبرنا. من قال لما تكبر تحلي وتصير حلو احلي؟ لما تكبر تحلي. ملاك. فين عاد ذا الولد؟ تفضل مرهون. نفس موضوعنا ونفس الجواب. مبيوع. الله صرفك من ولد حتى مبيوع باعنا. أمي لميس شوفي كم باقي على ولدي سلطان الله يرحمه. خمسة آلاف وثلاثمية. ها؟ 5300. ها؟ أوين؟ 5300. انتي متأكدة؟ طبعاً. ها؟
بس سمعته غريب المبلغ نقص. كم كان؟ ماله ما تتكلم ها؟ كم كان؟ ها؟ أوين كم كان؟ كم كان؟ 7200. آه من متى؟ ها؟ من متى؟ سمعته من 30 سنة. زين يعني الحساب متحرك؟ ها؟ متحرك أبوي الحساب؟ ها؟ أوين؟ يلا تحركي ليه؟ نعمة باغي أسحب. كم؟ قلن أبوي أنت حسابك التوفير صفر والقاري صفر. صفر؟ إي نعم. ما في ضربات جزاء. لا يلا أعطيني ور 1 2 3. سيب الواوا خلي الواوا سيب الواوا يح سيب الواوا خلي الواوا بوس الواوا يصح على الأغاني القديمة. نعم الفن الأصيل ما أغاني مالتو. أنت قديم. ها لازم أكون قديم. أنا أصلاً ما أسمع أغاني مال ولاد مالتو. أغاني القديمة هي أبو تضربني. قديم البريزم ولا جديد الصوف. شفتي كيف؟ أنا يوم قلت له ولدي أقدر أمشي أقدر أوصل روحي لكن ما يسمع الحكي. تفضل. أقول لك أبى أسألك عن موضوع سلفيتي. بعدها بعيد الشر بارك الله فيك أن الموضوع طول طش. إنزين ترى ننتظر القرض ينقص. لكن يا أبوك الحكي صار لثلاثين سنة. ما علي تحمل 30 سنة وزيد فوقهم 5. كم؟ 5 سنين؟ قولي والله العظيم باقيت 5 سنين. والله أحسنتي بارك الله فيك أحسنتي بشرك الله بالجنة إن شاء الله. قولي آمين. خنقنتني العبرة. مرحبا. ما شاء الله تبارك الرحمن. انت ولد خالد؟ هو باين عليك تعرف الوالد زين. زين وانا اموت في الزين واهل الزين وكل الزين. الله يصرف ابليسك. استحي انا كبر امك. وانا عندي عقدة اوديب احب واموت في اللي اكبر مني. الحمد لله والشكر أبوك كان أهون. ما شاء الله الوالد ما بقانا شيء من الحلوين في البنك. لا بقالك والله. لا يا ولدي لا أبوي حاسدني. إلا هذه باين علي أبوي يحبك موت. ايش هذه دباسة تحبنا. شاطر قرب شوي. التاريخ يعيد نفسه. كيفي
سامحونا شباب، بنسكر غرفة ليش وبنفتحها بعد ساعة. أنا صار لي ساعة هنا أنتظر المدير ولازم أقابله، وأنا من زمان حاجز ولازم أشوفه. أرجوش أختي سامحينا، نحن شباب ودونا طالعين، ما ريد ابن حياته بديون، لازم نقابل المدير الحين. أنا ما قلت لكم ما تشوفوه، أنا قلت لكم تنتظروه وبس. شباب احنا لازم ننقسم قسمين، قسم يروح عند المدير وقسم يجي معاي، اللي مستعجل خليه يجي معاي واللي ما مستعجل ينتظر دوره. كملي شغلك. التليفونات عندي عادي اللعب مرة ثانية. لا ما لديك مرة ثانية، المستقبل يخوف. بالعكس احلى جزء في المستقبل هو اخر جزء، الناس يتزاحموا عشان يدخلوا غرفة ليش، عشان كذا يخوف. صار عندنا دخل من غرفة ليش، يعني البنك ما يخسر بزنس والناس ما تخسر فوائد. غريبة من هني كنا هنيك من هاي يعني. راح عني الباص ونسوني. بس بابا بس بوصلك بنوصلك البيت. أنا جوعان. شيء عيش؟ شيء. أريد كنتاكي كافي أريد كنتاكي. أقول صحيح إن المستقبل يخوف.